الواضح بأن ليس هنالك تسمية من الجانب البريطاني للشركة أو الطرف الذي كان من المفترض أن يستلم هذا الطرد، ولكن هي احتماليات، خاصة وأن قناة إيران انترناشونال كانوا قد استهدفوها، هددوها كثيرا وغيرها من هذه المسائل. هنا السؤال سيدي الكريم، وعدم إلقاء القبض أساسا على أي طرف موجود في بريطانيا يوضح أنها لم تكن مرسلة لإنشاء قنبلة قذرة كما تحدث ذا صن، وإنما مرسلة إلى الضحية. هذه الأمور واضحة سيدي الكريم. السؤال هنا الأهم، هل هي رسالة؟ هل كان هو استهداف؟ هل هي كانت تجربة من الإيرانيين بأننا نرسل كمية قليلة من اليورانيوم ونرى ما الذي سنفعله في المستقبل إن مر هذا الطرد؟ يعني أنت كيف فسرت الأمور هنا؟ هذا دراي رن كما يقال، بمعنى هي محاولة لاستكشاف إلى أي مدى الأجهزة الرقابية الأمنية قادرة على كشف هذه الكمية القليلة أم لا، وهذا ما يسمى أيضا في علم الاستخبارات في العنوان الميت، بمعنى أنك لا تستطيع أن تعرف هذه السلسلة من أين بدأت وأين مرت وأين انتهت. المادة التي تم إرسالها من المفترض أن يتم كشفها في المنشأ وهو باكستان قبل خروجها من الأجواء الباكستانية. الاختبار الثاني كان هو السلطات في عمان، كيف مرت هذه الشحنة؟ هذا أيضا نوع من المجس إلى قدرة هذه الأماكن، هذه النقاط على الاختراق، يعني بمعنى أن يبدو أن من خطط لهذه العملية كان يريد أن يجرب ويتأكد هل هذه الطريق آمنة لعملية الاختراق الحقيقية المستهدفة أم لا. من هنا يتضح لماذا أحجمت الصحافة البريطانية من مصادرها الاستخبارية عن كشف كل شيء بالمطلق، ونحن نتحدث الآن في ضوء ما تم الكشف عنه، بمعنى أنه قد يكون هناك المزيد من المعلومات ولكن يتم الإفراج عنها تباعا لغايات سياسية.